ساعات بحس ان زي ما اكون بعاقبها عشان بتحبني، بس انا والله العظيم ما ببقاش قاصد يا خالد. اول ما الحاجه بتحصل بتصرف على ان هو ده الصح والمفروض يتعمل، بس لما بقعد واهدى وافكر بكتشف ان هي ملهاش اي ذنب في اني مركز قوي كده في شغلي. اي حد لو مكاني حتى لو كان ظابط برضه مستحيل يبقى مركز في كل حاجه حواليه وهو موجود مع حبيبته، مستحيل. حتى انا برضه ما بقاش عايز اركز، بس غصب عني بلاقي عيني اتحركت لوحدها ودماغي انشغلت باي حاجه غلط بتحصل حواليا وبتحرك كل على بعضي كده. في الاخر هي اللي بتبقى في وش المدفع يا عيني، وابقى انا اللي لازم اصالحها عشان انا طبعا غلطان. وكل يومين ثلاثه لازم حاجه كده تحصل، ما تلحقش هي تفوق يا عيني الا واتنيل على عين اهلي اخبطها خبطه جديده. هي بقى ما بتعملش حاجه في الدنيا غير انها بتحبني وبس. طب وانت؟ انا بموت في التراب اللي بتمشي عليه يا خالد، بس انا بتخطف. اذا كنت بعمل كده واحنا لسه مخطوبين، امال بقى لما نتجوز هيحصل ايه؟ هيحصل نفس اللي بيحصل. تفتكر هي هتبقى مبسوطة معايا؟ مطمنة؟ سعيدة يعني؟ أكيد. أكيد إزاي بس يا خالد؟ علشان يا عمر ده اختيارها. ما أنا كمان اخترتها، بس عمرها ما عملت فيا اللي أنا بعمله فيها. عشان هي مش بتشتغل ضابط بوليس. وده ذنبي بقى ولا ذنبها هي؟ لا ذنبك ولا ذنبها. يا عمر مفيش أي حد واعي بيختار أي اختيار من غير لما بيبقى عارف حمله قد إيه وتمنه كام، ولو مش قده ما بيختاروش، ولو حتى اختاروا بالغلط بيعرف ده مع الوقت، والطبيعي إنه بيتخلى عنه. يعني فريدة ممكن يعني ما تتخلى عني في يوم من الأيام؟ فريدة مستحيل تتخلى عنك يا عمر. عارف يا خالد، أنا ما أعرفش أتخيل حياتي وفريدة مش فيها أصلا. ساعات كده بيركبني شوية غباء، بيجيلي هاجس إن ممكن فريدة تبقاش معايا. أول ما الهاجس ده بيجي في بالي بطرده على طول، بحس إن هو يعني خلاص كلام فارغ، عبط، شيطان، بخرجه من دماغي على طول. قلت لها الكلام ده قبل كده؟ لا طبعا. عايزني اروح اقول لحبيبتي ان انا بفكر ساعات انها ممكن تسيبني؟ ايوه. ليه لا؟ ليه لا ايه؟ هي البت ناقصه، مش كفايه اللي بعمله فيها كل يوم؟ ما هو علشان اللي بتعمله فيها كل يوم ده يا عمر لازم تقول لها، اعرفها ان حياتك معاها شبه فكره القدر، ملهاش اي احتمالات بديله. انتوا امتى اخر مره سهرتوا مع بعض وخرجتوا كده؟ من زمان. ليه بقى؟ ما انت عارف. شوف حل، ما ينفعش يعني تبقى في حياتك هي كده مالي فراغات. طب اعمل ايه يعني؟ مش عارف. فكر، المسألة محتاجة شوية ابداع، افكار جديدة بقى يا عمر بيه. ما افتكرش ان اي حد يستاهل منك كده اكتر من فريدة. يا ابن العسلية. عسلية ارحم التليفون يا ماما والنبي. يا ايمن خضتني يا ايمن، مش كده التليفون يهنج. قلت اكلم بتاع السوبر ماركت من عندك. فيها ايه؟ كل يوم يا ماما كل يوم يهنج وانا في الحمام. طب ايه العلاقة يعني؟
طب انت عايزين اعمل لك ايه؟ اعمل لك كابين ثابت جنب التليفون يعني؟ يا ايمن خلاص، ما انت علقتني يا ايمن. ايه؟ ما عشت اللي كنت ست الكل ده، انت القمر يا حلو الصبح يا حلو. بكش بكش يا حلو الصبح يا حلو طول يا حلو الصبح. الله، ده انت حتى في الشارجنج اهو عمال يكهرب في نفسه زي الفل. يا يا زوزو، ما هو كويس اهو. بجد والله؟ ده انا مش عارفه هو بيعمل معايا كده ليه بس. يبقى نسالهم ولاد الايه. هما مين دول اللي عملوه؟ ايوه، ما انت مش عايز تبطل طريقتك دي، بقالك يومين بايت بره البيت، لازم طبعا الفار يلعب في عبي. ما هو انت يا زوزو لو تيجي معايا دغري كده وتساليني انا هجاوبك. ما انا عارفه الاجابه قبل ما اسال. هتقولي انا في الاسم، انا شغال، انا تعبان، خنقتني يا ايمن. طب اعمل ايه يا زوزو، استقيل؟ لا يا حبيبي، قولي الحقيقه، برد قلبي. برد قلبك من ايه يا زوزو؟ اي حاجه، خبر حلو كده. خبر حلو عندي، امبارح في الاسم واحد ضرب بالنار في مكتب عمر سلطان والدم طرطش على السجاده وعلى الحيطان. لا استني استني، حلو عشان يكمل احكي. لا لا خلاص خلاص خلاص. وعمر عامل ايه؟ لا الحمد لله عمر كويس. انا صعبان على البنت خطبته والله. اشمعنى؟ جات على ملا وشها الصبح في الاسم، طمن عليه. وانت بقى ان شاء الله امتى كده ربنا هيهديك وتلاقي واحده كده تتشغل عليك وتقلق. لا اله الا الله، هي ناقص الواحد يعذب بنات الناس؟ كفايه قلقك عليا يا قمر. هتتاخر يا عمر؟ هطب عليهم في الكمين في السريع كده واجي على طول. طيب هتكلم فريده؟ ما تقلقش بقى، قلت لك هصادحها، هابدع. ايوه هو ده الكلام. عمر بيه، الباشا الكبير نبي اول ما حضرتك تيجي تخش له عجلين على طول. فعلا. تمر بيه حاجه تانية يا عمر بيه؟ شكرا يا عوني، شكرا. طيب خليك خفيف. انا خليني خفيف؟ ربنا يجعل كلامنا خفيف على الباشا. طب يلا يلا، الواحد برضه غير هدومه. خير يا باشا؟ كل خير. عمك سعيد ظهرني امبارح. اكيد يعني انت عارف بقى؟ لا مش عارف، بس ده شيء طبيعي. وانت بقى رايك ايه في الحكايه دي؟ متقلقش يا باشا، انا ان شاء الله هتصرف واعرف اصالح فريده. اللي بينك وبين فريده يا ابني شيء يخصكوا انتوا الاثنين، انما الشيء بقى اللي مضايقني ومعفرتني ان انا وقفت قدام ابوها مبلول مش عارف ارد عليه، اتلجمت. عشان على الشر عليك، ده نضرب نفسي بالنار لو حطيتك في موقف محرج. ما هو ده اللي حصل فعلا، بقيت واقف قدامه لساني متلجلج. عارف ليه؟ سألني سؤال، قال لي ترضى ان بنتك تنزل من البيت الفجر عشان تقابل خطيبها؟ ما انا والله العظيم شدتها على الموضوع ده. ما انا عارف، المفروض لما ترتبط بست لازم تعرف طباعها كويس وتعرف ايه اللي بيستفزها. انا ما استفزتهاش بحاجه بس. لا استفزتها يا اخي، استفزتها. تسيبها في وسط الشارع لوحدها وتقول لي ما استفزتهاش؟ لا استفزتها. زعلش مني، انا عارف انك انت كنت بتعمل ايه ساعتها ومقدر اللي انت فيه، لكن طول النهار تسيبها كده هي والبيت هنا، اتصلوا بك بالتليفون ما تردش على اي حد فيهم، طبعا لازم تستفز. شوف يا ابني، كل واحده ليها طريقه في الحب بتاعها، وخطيبتك اول ما تستفز تتصرف تصرفات عبيطه ملهاش اي لازمه وتوضر الدنيا وتورطك معاها ورطات انت مش قدها. شوف كل ده كوم، والكوم التاني بقى كوم ابوها اللي مستخسرها في اي راجل في الدنيا، وهو الوحيد اللي واقف ومعطل جوازكو. نعمل ايه بقى؟ حقك عليا يا ريس، انا هتصرف خلاص متقلقش، والله العظيم هتصرف. تصرف يا ابني، اتصرف باللي ربنا قال عليه عشان خاطركم انتوا مش خاطرنا احنا.
يا راضي. ايه يا باشا؟ دي عربيه عمر بيه، خليهم يوسعوا له. اطلع ادني الميكروباص ده قدام شويه. هات الميكروباص ده يا ابني هنا. عم عاشور، وسع وسع عمر بيه. تعال كده يا عمر بيه. السلام عليكم. امسك يا ابني. بقول لك ايه؟ التاكسي اللي دخل عليك ده عايز بطاقه ورخص، شوفوني. تؤمر يا باشا. عند الله. السلام يا عمر. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ازيك؟ اتفضل يا باشا. رخص. صلحته؟ صوته ايمن الله يخليك. لا بس انت كنت اوفر اوفر يعني. عارف ده ما عارف يبقى تشرب شاي. عم ابراهيم، عمر لنا بشاي لعمر بيه والنبي. قوم يا باشا. لان شيء علاقه بين الراجل والست اساسها الراجل الصعيدي. تعالى بقى. ثابت مكانك، خدت عليها راضي. فيها يا باشا؟ اكتب يالا. انزلي. تعالى. ارفع ايده وافتح الباب ليا التاني. يا باشا الواد بيموت مني وعايز اوديه المستشفى. عبد الرحمن. كلم بيه عبد الرحمن عشان يرتاح. ايوه يا بابا. ما تخافش يا حبيبي انا جنبك يا بابا. وراهم راضي لحد اقرب مستشفى. وما تمشيش الا ما تطمن على الوان. حاضر يا باشا. لو احتجت فلوس ادفع وانا بحاسب. بسرعه راضي. دور وتعالى ورايا. هما الناس دول مجانين ولا ايه؟ ايه الاسعار دي؟ انا قلت نفس الكلام ده والله يا مدام سمية. كده بعد الثوره؟ من قبل الثورة كانوا ازاي؟ كانوا أرخص من كده. يبقوا مجانين؟ هنعمل ايه معاهم بقى؟ فاضل قد ايه ما بعتوش الطوارئ بتاعتهم؟ اللي احنا بعتنا لهم كلهم بعده. يبقى لازم نشوف قاعات تانية. ده معرض خيري. انت بعت لهم الكلام ده في ايميل بتاعك ولا لا؟ ايوه يا مدام، وقلت لهم ايه اهداف المعرض وايه توجهه وايه الدخل بتاعه كمان. الله، امال في ايه بقى؟ مش عارفه. ادخل. خير يا ايمان، في ايه؟ اشرف رجع يا مدام. ايه ده بجد؟ جبتوه من الاسم؟ عم محمد لسه راجع بيه حالا. امال هو فين؟ عندي في المكتب. خليك يا نادرة استنيني هنا. اشرف يا حبيبي، الحمد لله على السلامة. كده برضو يا اشرف؟ يعني ينفع كده؟ ده احنا كنا خلاص فقدنا الامل فيك. قولي بقى يا سيدي، انت زعلان مني؟ مين زعلان منك ازاي بس يا مدام؟ هو يلاقي في الدنيا حد يحب قد حضرتك؟ وبعدين ده هو اللي خلاهم يكلمونا عشان نروح ناخده من الاسم. ايه اللي مشاك يا اشرف؟ انا اتكلمت عشان ما كنتش عايزه تحبس. حقك طبعا، يعني لو ما كنتش اتحبست ما كنتش هترجع؟ لا. طب ليه؟ في حد مضايقك هنا؟ محدش، بس انا مش عايزه المدرسه، ما بحبهاش، خانقه. انا بحب الرسم ولعب الكوره. طب وليه ما قلتليش؟ قلت استاذه ايمان اديت لها رسومات. الرسومات دي موجوده ولا رميتوها؟ لا موجوده يا فندم. سوري. الله.
بسم الله ما شاء الله، ايه الحلاوة دي؟ هاي شفتي الرسومات دي كويسة يا إيمان؟ أيوة يا فندم. طيب خلاص يا فنان، مفيش مشاكل خالص بعد كده. إيمان لو سمحتي خدي لي الدادة بتاعته وخليه يستحمى كده ويغير هدومه ويرتاح، ولما تخلصي تعالي على المكتب عشان عايزاكي. أوكي معلش. بتهيألي عايزة تيجي كده سنة؟ كان في زمان ولد صغير راح المصيف هو وأهله، وهو بيعوم في البحر كان هيغرق ويموت، بس ربنا كتب له انه يعيش، عام وخرج حب واحدة زي القمر، بس يا ريته كان مات احسن ما يزعل القمر ده ويشوف التكشيرة دي على وشه. ايه مش ناشعة دي؟ طب اله يا رب وهو صغير بعد الشر. غمض عينك بقى. طب إلهي يا رب. خلاص خلاص أنا هغمض. غمضي أهو. أوعي تفتح. ماشي. ما تفتحيش. فتح. شغال؟ أنا حاسة إن أنا أول بنت في مصر بتخرج عشا سواري في عز الدهر. خلاص هتبقي غدا سواري. يعني غدا وسواري ما ينفعش. طب اعمل ايه؟ نفسي اسهر معاك ومش عارف انتحر. يا حبيبي انا بهزر معاك، بس كان نفسي ان انت تاخد اجازه. حاضر اوعدك ان احاول اخد اجازه. طيب اتفضل. اتفضل ايه؟ اتفضل قول. اقول ايه؟ يا عمر انت جايبني وانا لابسه سواري في عز النهار، وموديني الكوافير من الساعه 10 الصبح، مغير المكان ده كله وملبسهم طرابيش عشان في الاخر انا اللي اقول. وجهه نظر. لا وجهه نظر تحترم كمان. يا سلام. طب ايه رايك نفكر في حاجه جديده عمرنا ما فكرنا فيها قبل كده؟ زي ايه؟ زي بلاش دي. بلاش. ايه اللي بلاش دي؟ خلاص بقى هفكر في حاجه جديده. لا انا عاوز اعرف. ما تنشفيش دماغك بقى، احنا جايين نتبسط. طب ايه رايك ان انا مش هاكل ولا هشرب الا ما اعرف دي بالذات؟ هتقول؟ جايب شمبانيا يا عمر؟ وانا وش ذلك برضو؟ ده عصير شغل افلام يعني.
الواحد بقى بيذكر من اقل حاجه يا شيخه والله. يا سلام. مرسي يا حبيبي. قولي كنت عاوز تقول ايه؟ هو انت ما بتنسيش حاجه؟ لا انا معاك، انت ما بنساش حاجه. ماشي. عمرك تخيلتي ممكن نبقى عاملين ازاي لو سيبنا بعض؟ هي دي مش حاجه جديده. الفكره دي جات لك قبل كده؟ اي بنت في الدنيا ممكن تجي لها فكره زي كده، لو حست ان حبيبها محتاجاه وهي مش لاقياه، الفكره دي ممكن تجيلها. او لو حبيبها ده خلاها تغير من واحده تانية هتجيلها الفكره دي برضو. ولو حست ناحيته بالخيانه، ويمكن كمان تجيلها الفكره دي حتى لو كل ده ما حصلش، عشان هتقعد تقول يا ترى كل الحلو ده هيفضل مستمر ما غير ما في اي حاجه تعكر عليهم، ولا انا بتكلم غلط؟ عمر، انت ما جاتكش الفكرة دي قبل كده؟ جاتلي مرة، بس انا طردتها من دماغي على طول. طب ولو فكرت فيها مثلا ايه اللي ممكن يحصل؟ انا فعلا فكرت في حاجات كتير وانت بتتكلمي دلوقتي. حاجات زي ايه؟ زي مثلا يعني لو فرضنا انه فكره فارس او فتاه الاحلام ممكن يبقى ليها معنى في الحقيقه، ما ينفعش يكون فيها حاجه مش فيكي، وده خلاني مستحيل اتخيل حياتي وانت مش فيها، عشان انا عمري ما هلاقي كده تاني الا في احلامي بس. عشان كده كل ما الفكره دي بتجيلي بلاقي نفسي رافضها، عندي استعداد اعمل اي حاجه في الدنيا عشان احافظ عليك، اي حاجه، تحت اي ظرف وتحت اي ضغط. سامحني، انا مش بعرف ازعل منك عشان اسامحك. طنط صدقيني احنا مفرومين والله. انا بنام بضرب النار يا طنط، انا حتى مش عارف اشوف فريده. يا حبيبتي والله انت وحشاني. خليكي معايا يا طنط لحظه. عبد الله جه بيجيب حاجه وجاي على طول يا باشا. طب ما يجي بعتولي يا اوامر سعادتك يا باشا. ايوه يا طنط معاكي، ربنا يخليكي ليا. طيب يا حبيبتي ماشي. يا ريت والنبي. ماشي سلامة الله. سلام يا حبيبتي. سلام سلام. ازيك يا عم سعد؟ الله يسلمك يا باشا. قهوة يا باشا؟ بسرعة. حاضر يا باشا. المرة دي بيه فين؟ في مكتبه يا باشا. طب انجز انت القهوة بسرعة. ماشي يا باشا. سيد بركات، بعد سماع راضي. صباح الفل. ايه وراك حاجة ولا ايه؟ طب تعالي تعالي. ايه يا راجل يا طيب؟ ايوه يا باشا. عامل ايه؟ الحمد لله يا باشا. قهوة الباشا؟ طبعا يا باشا. مظبوط. ايوه يا باشا. بونجورنو يا باشا. بونجور يا ابن الناس، اقعد. ايه الأخبار؟ عامل ايه؟ عايشين.
اي خدمه يا باشا تاني؟ شوف بس راضي بيشرب ايه؟ كوبايه شاي يا عم سعد. ماشي يا باشا. وازازه ميه. ماشي يا باشا. خد ميه اهي ميه. معلش يا باشا، انت عارف في الدايه العبيطه اللي فيها ما بعرفش اشرب مكان حد. ياض وانا حد ياض. العفو يا باشا، بس لا يعني هعمل ايه؟ خلاص براحتك، امسك نفسك. بصيت في الملف ده؟ بصيت يا باشا. ايه رايك؟ والله اخر حكم خده كان من 7 سنين، ودلوقتي بقى له 4 سنين شغال في بضاعه الصيني. فين؟ مخزنه في شارع 8 قرب الحجر. طيب اعمل لي اذن نيابه كده عشان عايزين نزوره زياره خفيفه. والله يا باشا احنا عملنا تحرياتنا، بس المكان قديم وشغال من زمان، وعشان اطلع اذن نيابه مفيش، المكان مش عليه اي شغل. يا ابني مش هنغلب يا ابني، الراجل ده ليه واحد من رجالته مات في مكتبي هنا، لازم تتصرف. مش كل حاجه هحتاجها هلجا للباشا الكبير ده، في الاخر ابويا يا عم راضي. تحت امرك يا عمر بيه، احنا هنغلب. ايوه كده اظبط نفسك. بقول لك ايه، ايمن باشا في مكتبه. مكتبه. طيب باشا يا كبرنا، عامل ايه؟ انت فاضي ولا مشغول؟ طب بقول لك ايه، انا عايز اعدي عليك عشان عايزك في موضوع مهم قوي. طب ماشي، هجيب راضي واجي لك. ماشي يا باشا، تعليمات سعادتك يا باشا. سلام يا باشا. تعالى معايا هوريك ايمن باشا في سكه جديده خالص، بس لو ضحكت هبهتلك. قوم. اتفضل يا باشا. اسد الداخليه كلها. حبيب قلب اخوه، صباح الفل يا عمر. صباح الفل يا باشا. عامل ايمون. شبل السنين عم راضي. ايمن باشا. صباح الفل. صباح الفل. اتفضل يا رجاله. اقعد اقعد اقعد. ايه عسليه يا ابن العسليه؟ ايه ما بتفكرش عدي عليا لما اكون معاك ابوك؟ ايه بتخاف تتوه يا راضي؟ والله يا ايمن باشا البيبي مش مخلينا ناخد فرصه حتى نتنفس. الله يعينك يا عم، ربنا على الاول المفتري. انت بتشتكيني ياض؟ انا اقدر. ادخل حبيبي عجميه. خدمتين يا باشا. اي خدمتين يا باشا؟ اقول ازاي اتكلم معاك ولا اطلب منك حاجه بالوش ده؟ يا عم فك الوش الجبس ده، خلي الحياه تمشي. لا مؤاخذه يا باشا، عندي صداع في البيت يا باشا. طب لما يمشي الباشا بقى تعالى نحل الصداع بتاع البيت. ماشي يا باشا. ماشي يا جاب الله. يا عم لا حنين ولا بتاع. اي ريحه طيبه اتت بك يا مولانا؟ عايز اعمل كبسه على مخزن سيد بركات، تشتهر بامريكاني. ده اللي قال لك عليه الواد قبل ما يموت؟ هو ده. وده مخزن ايه؟ مخدرات؟ بضاعة صيني. فرافيت من اللي بتتباع على الرصيف وفي المترو والكلام ده. واضح ان هي دي الستارة اللي مستخبين فيها عشان يبيعوا المخدرات بتاعتهم. يعني نضح ونجيب اذن نيابة؟ يا عم اذن نيابة ايه؟ وانا عايز اذن نيابة كنت جيت لك، ما كنت هكلمك في التليفون. انا عايز اقعد معاك نفكر مع بعض كده انا وانت وراضي، هنخش الحتة دي ازاي؟ طب المنطقة دي فين يا معلم؟ حكر، شارع 8. شارع 8؟ انت عايز جو احتراف احتراف ده؟ امال انا جاي لك ليه؟ جاي لي ليه؟ طب ده قولنا امانه راضي. يا يوكو جو احتراف احتراف. لا على قديمه، على قديمه يعني. ما فيش موسيقى تصويريه. خليني الواد دلوقتي في سنه الشاي وكوبايته ويقلبها. لو هروشها. تعالوا لي هنا يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم. تعرف تمثل يا راضي؟ ما جربتش. بكره هتجرب، بكره في حد عليا هديك عند الكشاف نور وهدمه كده عشان ما حدش يهرشك. وريني جزمتك يا باشا. يا نهار ازرق، دي اساسا سعرها يساوي 3 شهور لاي كشاف نور. حرام عليكم يا ظلمه، الناس مش لاقيه تاكل. والله يا ايمن بيه ده واحد صاحبي جابها لي من بره. ماشي، بص يا عم راضي، بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا عندنا 4 طلبات مهمين جدا. اول ما تروح هناك عايز اشوف اوسع مدخل للحاره. فين وازاي؟ نمره 2 الاسطح اللي موجوده، واهم حاجه السطح القريب واللي كاشف للمخزن. تمام؟ تمام. ثالث حاجه بقى، ودي عايزه منك صعوبه شويه، تكشف اذا كان في حراسه على الاسطح، في نظرجيه، كل ده بطرف ثاني عشان ما تكشفش. اوكي؟ تمام يا باشا. الاهم بقى ان تشوف لي اذا كان في ابواب جانبيه ولا لا، ولو كان في ابواب جانبيه مفتوحه ولا مقفوله. تمام. أوكي؟ تعرف راضي ولا نجيب حد يعمل الحاجات دي قبل كده؟ عمر بيه ارجوك الطلعه دي عليا.
الشمل سخن والشط وريحته طلعت اضمن لك برقبتي يا معلم. هينفذ هينفذ. ادخل. مساء الخير يا معالي باشا. في ايه يا امين جمعه؟ في سعادتك يا باشا، عيل من الثلاث عيال اللي جم امبارح عامل قلق في الحجز. على هو ابن الرافض ده اشتغل لنا ولا ايه؟ بعد اذنك يا عمر بيه؟ مستنيك. اتفضل. افتح يا باب ده ثابت. عايز ايه يا ابن المفضوح؟ عايز اخرج يا باشا، عشان لو ما خرجتش هيبقى في شرايين بتتقطع ودم بيسيح. اه حاضر يا سلطان. يا وسك يا ابن الكلب. قسما بالله العظيم ده شردك يا ابن الواطيه. الواد ده هينام وين؟ واطي يا باشا. هات لنا يا عم تلاتة ليمون. خير يا عم أي؟ رب رشامة وسخ ابن كلب. هو اتنين معاه حاولوا اغتصبوا بنت اسمها رباب في المنطقة عندهم، بس ربنا ستر ما عرفوش يطلعوا منها حاجة. لا حول ولا قوة إلا بالله. الواد ده من المنطقة ولا غريب؟ منطقة ده ساكن معاها في البيت ابن الجزم. اسمه إيه الواد ده؟ اسمه تلاعب. نعم يا أخويا. عمر اسمه تلاعب، مش طالبه هزار هي والنبي. خلاص يا عم ما تزقش، واضح ان البنت صابت عليك قوي يا حنين. هي حلوه؟ لا انت شكلك النهارده ناوي تطرد وانا بقى حالك. سحبناه سحبناه. البنت عملت محضر؟ طيب عملت محضر. والواد طبعا انكر. انكر هو والاثنين الجزم اللي معاه مربطين مع بعض. مشكله يا اخي ان انا مش عايز اوديهم النيابه الا لما اخلص الموضوع، وانت اللي هتخلص الموضوع ده يا عمر بصراحه. أيمن أنت متأكد إن العيال دي عملوها؟ يا عمر زي ما أنا متأكد إن اسمي أيمن واسمك عمر. أنت حابب تدخلولي دلوقتي؟ لا خليك في اللي أنت فيه أنت دلوقتي، دخلهولك بكرة. يا عم وأنت تفضل دمك محروق لحد بكرة؟ ليه يعني؟ دخلولي على طول يا معلم. والله أنت عسلية يا ابن عسلية. تمشي يا علي؟ آه يا دوب. عايزة مني حاجة؟ يا ريت تحلفيلي روكسي في سكتك. بيجي معيش العربيه وديها تاكسيات. فاصل يا ستي. ليه عربيتك فين؟ مع اخويا من ساعه ما راجع من الامارات اجازه اسبوع وعامل وضع عدى العربيه. معلش اخونا برضو كلنا لاعب. ايوه بص انا ماشي حضرتك. عاوز حاجه؟ حاضر. عليها تعالي. يا سي بص عاوزني في حاجه؟ انت مروحه على طول؟ مش عارفه انت مالها بالواحده صاحبتي ليه؟ ولا حاجه، اصل انا نازل برضو وقلت اوصلك بسكتي. انا عارف ان عربيتك تتصلح. لا ما دي جت اصلا اوريدي ومستنياني تحت. طيب اوكي، انا قلت بس عافيكي من موضوع التاكسيات والشارع اليومين دول مش امان. ميرسي يا بص. عاوز مني حاجه تانية؟ لا لا خالص. ميرسي عليها. يس ما تاخريش بكره. حاضر ماشي. راح فين؟ هروح اجيب الواد ده بالحجز واجي بسرعه يا باشا. طب يلا مستنيك. السلام عليكم يا باشا. السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك يا عبد الله، عايزك تلمع لنا العربيه تلميعه حلوه كده وتجيب لنا شويه سندوتشات كبده ومخ من عند سلامه، ماشي؟ تحت امرك يا باشا. قول له روقهم لزعاله. ها؟ تحت امرك. معاك حاجه ساقعه. تمام يا باشا. ازيك يا عم سعد؟
يا ستي بقول لك عمر بيموت فيكي. ما هو ده اللي بيغزني، اول ما بيضحك كده في وشي خلاص بروح ناسي كل حاجه عشان ما بيكذبش. ايوه بس بيتعبني معاه قوي. ايوه ما هو الحب بهدله. عشان كده انت خايفه. على فكره انا ما بخافش. لا صدقيني انت خايفه. لا صدقيني انا ما بخافش يا عمر، انا ما بخافش، انا خاوف بس. طب انت مش مواربه الباب لكامل حتى حته قد كده ليه؟ كامل بصي كامل ذوق ويجنن مع كل الناس، وبرده وقت الجد بيبقى جد جدا مع كل الناس حتى معايا، تمام؟ بس مثلا النهارده لما قال لي على موضوع التاخير حاسه مش حقيقي، حاسه قال لي كده لانه زعل لما ما خليتوش يوصلني. انت تفتكري ان هو عارف ان انت اخدتي تاكس وكذبتي عليه؟ معرفش يا بنتي. انا مش بسالك على اللي انت بتعرفيه، انا بسالك على اللي انت حاساه. لا لا على اللي انا حاساه يبقى اكيد عارف. طب امال ايه؟ هو كامل ده مش كويس مثلا؟ في ايه بالظبط؟ يا ستي عموما دمه تقيل، مش عارفه حساه انه هو مش قد كده، مش ابن ناس. لا لا شكله وحش خالص بالعكس. طب بلاش دي، حاسه انه عينه زايغه بيبص لك بطريقه كده مش حلوه. هو يقدر؟ ده انا كنت فجرته، ده انا علمه العفه. امال ايه المشكله طيب؟ انا بقالي سنه وشهرين بشتغل مع كامل، عمري ما بصيت له غير ان هو كامل مديري. فجاه هو بيغير كل ده دلوقتي، بيتعامل معايا على انه معجب بيا، وانا طبعا المفروض اتعامل معاه لانه بقى كامل الراجل مش كامل الباص. طيب في كليكايه بقى ناقصه عندي انا مش عارفه ايه هي، في حاجه مش عارفاها، فاهمه قصدي؟ ايوه فاهمه قصدك، بس انت لازم تديله الفرصه. ازاي يا عليا؟ انت لازم تديله الفرصه عشان تعرفيه وهو يعرفك كمان. تفتكر اديله فرصه ولا هتوديني في داهيه؟ يلا بقى والله شكلك جبن. لا بطلي جبن وخوف. والله شكلك هتوديني في داهيه. ماشي جربي اللذينة. باشا الواد استوى. براحته بقى، كبدة ولا مخ؟ بتبص لي كده ليه يا راجل؟ انت اتعشيت؟ اتعشيت؟ لا يا باشا بس انا مش جعان دلوقتي. الاكل ده ما يتاكلش وهو بارد. الله مخ تمام؟ خد كبدة حلو. ما تمسك بقى راضي، خلينا نخلص بقى، احنا ليلتنا لسه طويله يا ابني. الله وطول ما الرمة ده تعبنا هيأخرنا وهيجوعنا. طب بقول يا باشا، وانا طالع الواد على التلاجة لحد ما حضرتك تخلص اللقمة بتاعتك وتبص على الملف اللي انت كنت عايز تبص عليه. انا مش قصدي اتدخل في شغل حضرتك يعني، بس يعني ما تعكرش دمك، بص على الملف اللي حضرتك عايز تبص عليه والواد برضه يعرف يفكر في المفروض يقوله لك. فضيله انا بقى، ما انا قوي يا ابني بأي ساعة انامها. هو احنا يا ابني بننام زي البني ادمين ولا؟ سمعني كويس ولا ودانك لسه بتصفر؟ باشا محضرك لسه ما اتكتبش، يعني ممكن تقضي بقية عمرك في القسم في التلاجة. وعادي بقى اي حد في القسم مخنوق وعايز يفش غله يجيبك يروقك ويرجعك. ما انت نقطة، مالكش حتى كلب بلدي بره ممكن يسأل عليك. عارف انا لولا المصيبه اللي عندي اللي محتاجه دماغي اكتر من سحنتك الوسخه دي وشرف امك كنت خليتك تمشي تترقص على شحم ودانك من الجنان. بس انا بقى مش عايز اعكر مزاجي بيك النهارده، انا هسيبك لبكره في التلاجه تتسقع كده بمزاج، وانا هنا في القسم قدامي ساعه، لو حبيت تقول حاجه ماشي، تبقى وفرت عليا وقت ووفرت على نفسك كابوس عمرك. هسلخك قبل ما اذبحك. خده. هات يا ابني سندوتش يلا ناكل يلا.